حطي الماسك ده على ايدك وعلى وشك وهتشوفي النتيجة، النتيجة هتبهرك، تبييض وتفتيح وترطيب ونضارة، ازالة الهالات السوداء، ازالة التصبغات من اول مرة ومن اول استخدام وتحدي. تعالوا نشوف ازاي عملناه بمكونات بسيطة جدا يا بنات، بس اضغطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا نشوف عملنا الماسك الجامد ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بوصفة سهلة وبسيطة جدا جدا لإزالة التصبغات والهالات السوداء وكل مشاكل بشرتك، فعلا هتخلي بشرتك منورة بمكونات بسيطة جدا جدا جدا. اول حاجة معانا يا بنات، واحنا محتاجين للشاي الاحمر بتاعنا العادي اللي موجود في بيوتنا كلنا، ولو عندك شاي اخضر هيكون افضل افضل كتير كمان. الشاي الاخضر تحفه في الماسكات يا بنات، وبالذات للهالات السوداء رائع. وتقدري كمان تغلي كده الشاي الاخضر، او لو عندك اللي هو الباكت هتبقي استخدمتيه خلاص، هتسقعيه كده في التلاجة وتحطيه على عينيكي بس كده، الهالات السوداء تحفه. تمام يا حلوين؟ فاحنا اول حاجه معانا محتاجين للشاي الاحمر بتاعنا العادي ده، تمام، ولو عندك شاي اخضر يكون افضل طبعا. وكمان محتاجين لايه يا بنات؟ محتاجين لمعلقه، احنا هنعمل الكميات متساويه، يعني معلقه من الشاي يبقى معلقه من كل المكونات، تمام، معلقه كبيره او صغيره حسب بقى انت هتعملي نفسك، بس حد معاكي هيعمل، هتعمليه لوشك ورقبتك ايا كان بقى، تمام. هنحط كمان معلقه من النشا، حلو جدا، النشا طبعا مبيض رهيب وكلنا عارفين الكلام ده وما بنستغناش عنه ابدا ابدا. هنقلب كويس كده المكونات مع بعضها، الماسك ده بسيط جدا جدا، مش بتحتاجي النار ولا بتحتاجي لاي حاجه، وانت واقفه كده في المطبخ بتغسلي المواعين اعملي الماسك ده يا قمر وادعي لي، هتدعي لي بعدها حقيقي. يعني شايفين بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، حقيقي المكونات كلها هتكون موجوده عندك ان شاء الله باذن الله تعالى. ايه وهنحط ايه تاني يا بنات؟ دقيق الرز، الرز المطحون، يعني لو ما عندكيش دقيق رز هتجيبي لي معلقتين كده من الرز وتغسليهم كويس وتسيبوهم ينشفوا، وبعدين حطي طحينيه، لازم تنشفيه كويس جدا عشان يطحن معاكي بسهوله ويبقى سهل. ولو ما عندكيش وقت بقى ومش بتحب الدوشه اشتري لك كيس كده وخليه عندك في الثلاجه، ما تحتفظيش بيه بره عشان بيبوظ يعني مع الوقت، وحطيه عندك في برطمان وسيبيه في التلاجة لوصفاتك والحاجات دي، لان الرز المطحون سواء في السكراب او في الماسكات خطير حقيقي، اقوى سكراب تستخدميه لوشك او لجسمك فعلا بالرز المطحون يا بنات، فظيع جدا جدا، هو اصلا مبيض طبيعي وفيه كمية نشا عالية جدا جدا، فبيقشر وفي نفس الوقت بيرطب وبيفتح. تمام تمام كده، تمام كده المكونات بتاعتنا اللي هي النشا ودقيق الرز والشاي. لسه عايزين ايه بقى يا بنات؟ لسه عايزين معلقه من الزبادي، معلقه الزبادي دي مهمه جدا، او تقدري تحطي لبن، لبن عادي يا بنات اللي هو اللبن السائل بتاعنا العادي اللي هو الحليب. يعني في ناس كتير بتسالني يعني ايه لبن، يعني ايه مش عارفه ايه، انتوا يا جماعه متابعين مصريين من زمان قوي لسه مش عارفين لبن يعني ايه لبن، يعني حليب. تمام، هنحط كده معلقه من الزبادي، والزبادي بتاعتي طلعت ميتها مش عارفه ليه، بس المهم هتبقى حلوه برضو مفيش اي مشكله. ومحتاجين كمان لتلات قطرات كده من عصير الليمون، وعصير الليمون هنا مهم جدا جدا جدا، فيتامين سي وبيفتح جدا البشره وبيديكي نتيجه حلوه قوي. لو بتتحسسي من الليمون يبقى هتجيبي لي قشر الليمون، هتغسلي الليمونه كويس وهتبتدي تبشري قشر الليمون وتحطيه، او هتحطي لي عصره برتقال، عصره برتقال صغيره كده هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا، فيها فيتامين سي حلو برده، بس طبعا البرتقال الليمون يكون افضل، بس لو طبعا بتتحسسي يبقى ايه ما تحطوهوش يا بنات. محتاجين كده 3 قطرات كده زي ما انتم شايفين كده من عصير الليمون، مش كتير مش هنزود، وهنقلب كويس المكونات دي مع بعضها. ولسه في مكون اخير وهنضيفه دلوقتي مع بعض، بصوا الماسك ده بيسحب الغمقان اللي موجود في وشك كله. تمام يا حلوين؟ تمام. لو عايز تستخدميه بقى للهالات السوداء يبقى مش هتحطي الليمون، هتلغي لي خطوه الليمون دي خالص وهتحطي لي ميه ورد. تمام يا حلوين؟ تمام، حلو كده جدا، شايفين الماسك عامل ازاي. لسه في اضافه اخيره، والاضافه الاخيره دي مهمه جدا جدا ما ينفعش استغني عنها، اللي هي ايه يا ايمي؟ اللي هو العسل الابيض، عايزين عسل ابيض ويكون عسل كويس مش اي عسل. تمام،
عايزين عسل نضيف عشان نستخدمه في الوصفة بتاعتنا. الموضوع بسيط وسهل وما بياخدش اي وقت، ومعاكي في لحظات هتخلصيه. وانت واقفة كده هتعملي الماسك ده، هتحطيه على وشك ينشف، هتفركيه بحركات دائرية كده، هيديكي نتيجة حلوة جدا يا بنات. هناخد كده اهو معلقة من العسل بس كده، مش محتاجين اكتر من كده. هنقلب كويس، قلبي كويس بقى المكونات دي كلها مع بعضها كده. شايفين مفيش اسهل ولا ابسط من كده، حاجة بسيطة جدا جدا. بس لو تقدروا تبدلوا الشاي الاحمر بالشاي الاخضر هيكون افضل كمان يا بنات، بس للاسف انا معرفتش دلوقتي اجيبه، والبنات مش موجودين فمعرفتش اجيب الشاي الاخضر دلوقتي. بس الاحمر بيدي نتيجه حلوه جدا جدا، والحبيبات اللي بتبقى موجوده فيه بتقشر الجلد وبتدي تفتيح عميق، وفعلا حلو جدا جدا. هتستخدمي الماسك، احنا كده خلاص خلصنا الماسك بتاعنا. هتستخدميه ازاي؟ هتستخدميه على بشره نظيفه، لازم تنضفي بشرتك كويس جدا وتكوني غاسله المنطقه اللي هتستخدمي فيها الماسك. وقبل ما تستخدمي الماسك لازم تجيلي كده على منطقه في ايديكي زي ما انت شايفه كده، وتحطي الماسك كده زي ما انا عامله كده بالظبط، وهتسيبيه 5 دقائق 10 دقائق. لو ما حسيتيش باي مشكله في جلدك، ما حسيتيش ان انت عايزه تهرشي، ما حسيتيش ان انت جسمك احمر ايا كان، فانت كده تمام، الماسك تمام زي الفل، واستخدميه على بشرتك وعلى وشك. اما لو حسيت باي حاجه يبقى في مكون من اللي احنا حطيناه انت عندك حساسيه منه، ما ينفعش تحطيه. تمام، هنحط الماسك بتاعنا ده كده يا بنات على بشرتنا كامله. الماسك ده كمان ينفع لايديكي ولوشك، وطبعا هتحطيه للماسك على رقبتك وعلى وشك. تمام، ما ينفعش تعملي ماسك لوشك بس من غير رقبتك، لازم الاثنين يا بنات. تمام، هتستخدمي الماسك ده يوميا. الماسك مكوناته بسيطة وسهلة، ما فيهوش اي حاجة. لو اتبقى منك كمية حطها في التلاجة في علبة تكون محكمة الغلق ونضيفة جدا جدا ومفيهاش ولا نقطة مية. لازم تغسليها كويس ما يبقاش فيها ولا نقطة مية، وبعدين تستخدميه يوميا. يعني بصوا، لو مش هتستخدميه يوميا يبقى 3 مرات في الاسبوع يا بنات، مش اقل من كده. ماسك حلو وبسيط وسهل، او هتسيبيه لما ينشف تماما، وبعدين هتفركيه يعني برفق كده بنات، ما تضغطوش قوي على بشرتكو علشان ما يبقاش فيه ترهلات مع الوقت. اي سكراب او اي ماسك او ايا كان بتعمليه بشويش على بشرتك، ودايما من تحت لفوق، يعني تاخدي من تحت لفوق علشان ما يبقاش فيه ترهلات وعلامات الزمن تبان بسرعه، يعني عكس الاتجاه الار. يعني بصوا طبعا احنا كلنا عارفين من تحت لفوق، تمام، علشان بس الترهلات وعلشان مع الوقت ما بشرتك ما تتأثرش. الماسك حلو وسهل وبسيط، وبتمنى منكم امرات بالله عليكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايم التميمي. والله وبتمنى تشرفوني وتنوروني، بكون مبسوطة وسعيدة جدا جدا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.